الرحمن الرحيم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ في الاول كده احنا هنصلي على النبي. احنا النهارده ان شاء الله هنعمل منبور. ده البصل قطعت 5 بصلات على فلفل اسمر على كمون على توم، وهنا الخضرة والرز والصلصة هنا اهي، وادي هنا اهو المنبور. هنعمل معاكم كده، هنا الرز كده، الرز هنا في الطبق، هي تبقى زي خلطة المحشي مثلا. نكب هنا الرز عليها البصلة والخضرة وهنقلب. انا حاطه هنا مع الخضره قرن شطه حراق، لان من بره برضه لما بيكون حار بيكون له طعم حلو. نحط زيت، انا حاطه ملح وحاطه كل حاجه ايه، وانا بدقه في التوم، وانا بدق التوم مع البهارات. في ناس بيحبوها حطوا طماطم كده ايه، يقطعوها عادي كده ماشي وكده ماشي. الصلصة هنا اهي، زي خلطة المحشي بالظبط، مش فيها اختلاف خالص، هي خلطة المحشي. الكاميرا مش موضحة، بس هو والله بقى، هو بقى احمر ولا جميل يعني، بقى ايه حشو الحشه بقت كده مظبوطه. هتعوز بس شويه ملح. هخلص وهوريكم المنبر بعد لما اعمله. المايه هنا فارت، انا حاطه فيها ملح بس لان انا محضره ايه المنبر. هنبدا نسقط المنبر. بسم الله نسمي، بسم الله. تفرجوا صلوا على النبي يا جماعة. هنا المبارك هنا اهو، وانا بحمره. وهنا بعد التحمير، بعد تحمير المنبر، حاجة عظمة، حاجة عظمة. أنا مش فضل معايا خضرة، كنت حاطط خضرة على الوش. جميل، ألف هنا وشفا. اتفضلوا معايا، مش تنسوا رأيكم بقى في التعليقات. سلام.